بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 3 ليكتشر 3 6 ونشوف فيه اللي هو سكالر برودكت اوف تو فيكتور مومنت اوف ا كابل. سكالر برودكت يتسمى كمان الدوت برودكت اذا كان بين تو فيكتور بي اند كيو، فهو معرف بهذا الشكل بي كيو تساوي بي كيو كوساين ثيتا، ثيتا اللي ما بين المتجهين، وهذه القيمة ما هي فيكتور وانما هي سكالر برودكت. هل ودنا ال P and Q ناخذهم مركباتهم على ال X axis و Y axis و Z axis، إذن ال I و J ال I و J و ال K. لكن هنا أولا ودنا نشوف إذا ضربنا ال I في ال I تعطينا كم، J في J و ال K في ال K، لاحظ أنها تعطينا واحد بينما في ال vector product كانت تعطينا صفر. إحنا قلنا أن الزاوية ما بين ال I و ال I تساوي صفر، لكن نعرف أن cosine صفر تساوي واحد، إذن هذول يساوي واحد، والبقية كلها تساوي صفر. ليش؟ لأنه أنت عندك الـ i والـ j، هنا الـ x axis اللي هي الـ i، وهنا عندك الـ j، وهنا عندك الـ k، معروف أن كل واحد منهم عمودي على الثاني، إذا لما تضرب الـ i في الـ j حتكون كوساين الزاوية كم؟ 90، وكوساين الزاوية 90 تساوي صفر، إذا كلها البقية تساوي صفر. إذا الـ p إذا ضربتها في الـ q حتعطيك هذه بس مع هذه px qx، ونفس الشيء هذه مع هذه وهذه مع هذه، والبقية كلها تساوي صفر. إذا لما تكون عندي P مضروبة في P نفسها حتكون PX سكوير PY سكوير PZ سكوير هي P سكوير. لاحظ نحن جبنا صيغتين، الصيغة الأولى قلنا أنها تساوي PQ كوساين ثيتا، وبعدين قلنا أنها لما نأخذ المركبات حتكون بهذا الشكل. هنا ممكن نجيب الأنجل بين تو فيكتور هذول الاثنين اللي هي كوساين ثيتا، نقول أنها تساوي هذا اللي هي جبنا في السلايد الماضي مقسمة على بي كيو اللي هي كانت مضروبة هنا في الكوساين ثيتا. هلا بدنا نشوف المومنت اوف ا كابل. يقول لك لما يكون عندنا تو فورس اف وماينس اف ليهم نفس الماجنتيود يعني نفس المقدار، بارالل لاين اوف اكشن، خط تأثير تبعهم متوازي، والاتجاه تبعهم متضاد، هذه في هذا الاتجاه وهذه في الاتجاه المضاد لها تماما، هذا لا يعتبر مزدوجة قوى. المومنت تبع هذه المزدوجة قوى نحن حنجزئها الى اثنين. اولا ناخذ الاف تاثر عند الاي، نقول انها الار اي هنا الكروس برودكتس بالاف، زائدا عند التاثير عند البي هنا تاثر عنده ماينس اف، اذا ار بي مضروبة في ماينس اف. نستخرج الاف هذه عامل مشترك لانها سيم ماجنتيود، وهنا هذه الار اي ماينس ار بي، لاحظ هنا في المتجهات ار اي ماينس ار بي تعطينا الار، اذا الار في الاف. هنا نتكلم عن الكروس برودكت او فيكتور برودكت اللي هو نتيجته تساوي الار هذه مضروبة في الاف في الزاوية فيما بينهم اللي هي زاوية ما بينهم اللي هي عندي هنا ثيتا، اذا ار اف ساين ثيتا. الار والساين ثيتا هذولا لاحظ انه هنا هذه الثيتا المقابل لها هو الدي، هنا المسافة العمودية ما بين الاثنين، اذا تساوي الدي اللي هي ار ساين ثيتا. اذا المومنت مزدوجة القوى هنا العزم تبعها يساوي الاف في الدي فيما بين. لاحظ انه يقول لك هنا انه العزم انه لا يتعلق نهائيا بالمرجع اللي هو الموجود عندنا اصلا. نحن المزدوجة العزم المزدوجة هنا لا يعتمد إلا على المسافة R، لا يعتمد إلا على المسافة ما بين البي والA اللي هي نقاط التأثير. إذا كانت هذه المجموعة موجودة في هذا المكان لكن يظل يعتمد على المسافة دائما ما بين البي والA، إذا مستقل عن المسافة اللي هو المرجع، وإنما يعتمد فقط على المسافة ما بين نقاط التأثير الموجودة في هذه الفورسز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.